ننتقل بكم الآن إلى واشنطن مع أول خطاب علني للرئيس ترامب بعد إعلان إصابته بكورونا من على شرفة ترومان في البيت الأبيض. شكرا جزيلا لكم، حافظوا على هذه الحماسة بأننا سوف نستفز هؤلاء حتى وضعهم في النسيان. هم سيئون على بلادنا. أولا وضعي الصحي جيد جدا، ويشرفني أن أرحب بما نسميه مظاهرة سلمية في البيت الأبيض لدعم رجال ونساء إنفاذ القانون. لكل الرجال والنساء هنا معنا، أريد أن أقول لكم جاليتنا من الأمريكيين السود وجاليتنا من أصول إسبانية، شكرا جزيلا لكم. قبل المضي قدما، أريد أن أشكركم جميعا على دعواتكم وصلواتكم لي. عندما كنت في ذلك المشفى كنت أراقب ذلك وأشاهده، لذلك شكرا جزيلا. أريد أن أقول مرحبا لأولئك الناس، ولكن أريد أن أشكركم مرة أخرى نيابة عن نفسي وعن السيدة الأولى. لقد رأينا أن هذا الأمر كان عظيم، لقد بدأ الأمر بشيء كبير بالمسيرات، ورأينا بأننا لن نسمح لبلدنا بأن يصبح أمة اشتراكية، لا يمكن أن نسمح لهذا أن يحدث، لأن ذلك ما سيحدث لو لم نفعل ذلك، أو ربما سيحصل أسوأ من ذلك. بالنسبة لأمتنا فإنها سوف تنتصر على هذا الفيروس الذي نسميه الفيروس الصيني، ونحن ننتج أدوية قوية وعلاجات قوية تساهم في معالجة المرضى، واللقاح بالنسبة لنا سوف يأتي بسرعة كبيرة جدا، وسوف تعمل عليه الشركات العظيمة، وسوف نوزعه عبر جيشنا توزيعا سريعا جدا، وذلك عبر قوة الروح الأمريكية التي أظن أنها أقوى من أي شيء آخر. نحن سوف نمحو الفيروس الصيني محوا نهائيا من هنا ومن كل من هنا وكل العالم. رأينا بأن هنالك خطوات كبيرة في كندا وفي أوروبا، ولكنه سوف يختفي، والعقارات والعلاجات واللقاحات سوف تساعد في ذلك. أريد أن أشكر الجميع، أريد أن أشكركم على وجودكم هنا. من أين أتيتم بهذه الألوان الجميلة الرائعة؟ أريد أن أشكركم على هذه الألوان أيضا التي أرى بأنها أجمل من قميصي الأبيض. أريد أن أشكركم كلكم. كل يوم نرى بأن الكثير من الأمريكيين السود ومن أصول إسبانية يتركون أساس اليساريين الذين كانوا يتبعونهم. رأينا بأن الديمقراطيين قد ذهبوا إلى كل مدينة من هذه المدن وكانوا فيها مسيطرين لأكثر من 100 عام، ولكن لم تكن سياساتهم تثمر إلا الفقر والمشاكل والمآسي. رأينا بالخصوص بأن جو بايدن قد خان الجاليات من الأمريكيين السود ومن أصول إسبانية وغيرهم من الأقليات، ولا يمكنه أن يقود البلاد. لا يمكننا أن نبقي على مسألة وجود فرص أعمالنا في الصين، علينا أن نعيدها إلى بلادنا. هنالك فرص بأعمال ملايين الدولارات، كما أن فتح حدودنا للهجرة غير القانونية بالملايين فإن هذا الأمر غير مقبول، وقد منعناه وسوف نمنعه أكثر. الوجود في حروب خارجية لا معنى لها لأكثر من 19 سنة، هذا الأمر غير مقبول. يريدون الحصول على دعم المانحين من وول ستريت، ويريدون أن تكتب قصص عنهم كذلك، ولكن لن نقبل بذلك. ورأينا بأن الجاليات من السود ومن الأصول الإسبانية قد جلبنا لهم العديد من الفرص الأعمال، وقد أنفذنا القانون وفرضنا سيادة القانون في مناطقهم.
أريد أن أشكر مؤسسة بلاكسيت من أجل تنظيم هذه الفعالية. شكرا جزيلا لكم وأيضا للمؤسسين الذين هم أصدقائي كانديس أونز وأيضا راندون تيدم ضابط الشرطة السابق. شكرا جزيلا لك. عمل عظيم. نرى بأن لدينا شبابا أذكياء رائعين يقومون بعمل رائع. شكرا جزيلا لكم. الآن وصلتم إلى هذه المكان، إلى هذا المكان في البيت الأبيض من أجل كل الأمريكيين. يجب أن تدعموا شرطتكم ويجب أن تدعمكم شرطتكم. رأينا بأن الديمقراطيين قد بدأوا بحملة قاسية جدا في كل البلاد من أجل إضعاف سيادة القانون والشرطة. طلبت منهم أن يقولوا إنفاذ القانون، وقد ساعده المذيع. ثم قلت ببساطة أذكر مجموعة إنفاذ قانون واحدة تدعمك، ولكن المذيع كان يساعده في تلك المناظرة، وقد قطعني ذلك المذيع كثيرا. وقد حاولوا القضاء على حرياتكم ومنها حرية حمل السلاح. إنما يقوم به لا يفيد، لا يقول للناس، لا يعلم ما الذي يقوله. لقد رأيتم ما قدموه اليوم، لقد مروا بفترات من السنوات، ففي كل مرة يحصل فيها على الترشيح نرى بأنه في أوكلاهوما وبنسلفانيا وأوكلاهوما وتكساس وفي كلها، وإذا حصلت فإن كل هذه الأعمال سوف تذهب، كل هذه الفرص سوف تذهب، وسوف تخسرون هذه الأعمال في قطاع العمل. لقد كان هنالك، وعلي أن أقول ذلك، كان لدينا حماس أكثر الآن في هذا العام منذ أكثر أو أكثر مما كان عندنا منذ 4 سنوات أو أكثر من 4 سنوات، وعندنا الكثير من الحماسة الآن. لقد فقدوها هم. ليس لديهم حماسة، والفراغ موجود كبير جدا. هنالك 56 من استطلاعات الرأي أو من المستطلع رأيهم يفضلون وضعهم الآن في أثناء فترة الوباء أكثر مما كان وضعهم قبل ذلك في سنوات، وهذا أمر ملفت. نحن حصلنا على هذا الوباء من الصين، ولكننا سوف نتخلص منه. لكن البيوت والكنائس وأعمال الجالية السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية والجالية الأمريكية من أصول إسبانية قد تعرضت للنهب والتدمير، ولكننا لن نسمح بذلك. نرى بأن بايدن يحاول أن يمنع المظاهرات السلمية، ونرى المذيعين من أكثر الشبكات التلفزيونية فسادا، 2 منهما بالتحديد يتحدثون عن موضوع أننا نحاول منع تظاهرات سلمية، ولكن انظروا إلى وجودكم هنا سلميا. أريد أن أشكر جهات إنفاذ القانون والمجتمعات التي تتعاون مع جهات إنفاذ القانون. أعتقد أنني أحظى بدعم كافة مجموعات إنفاذ القانون في هذه البلاد. ربما يكون هنالك واحدة من هذه الجهات لا تدعمني، سوف يبحثون عن هذا الأمر، سوف يقولون لنا ذلك الليلة. أعتقد أنني حصلت على دعم لم يحظى به أحد من قبل ولم نراه قبلا. لقد رأينا ورأيتم عددا كبيرا من بطاقات الاقتراع السيئة المزيفة التي وجدناها. يتحدثون عن الحريات ولا يعرفون ما معنى الحرية. ما نقوم به الآن هو الحرية. هنالك أكثر من 50,000 منها فاسدة في أوهايو، ونرى بأن هنالك قصة تخرج كل يوم عن مشاكل الاقتراع، ورأينا بأن هنالك بعضها الذي ألقي في القمامة، وأعتقد أننا سوف ننتصر عليهم بتصويتنا. لدينا إنفاذ القانون وجهاته التي تشاهد ما يحدث.
سياسيو جناح اليسار مثل كمالا هاريس لن يتمكنوا من الانتصار علينا. أريد أن أسألكم، هل قام نائب الرئيس عندنا بعمل جيد؟ لقد كان ربحه للمناظرة سهلا جدا، لقد قام بعمل عظيم جدا لأننا على جانب الحق. نعم بالمناسبة نحن على هذا الجانب الصحيح، ونحن نجفف هذا المستنقع تجفيفا لم يقم به أحد قبلنا في التاريخ. نحن هنا اليوم من أجل إرسال رسالة موحدة لضباط الشرطة وأعضاء الشرطة في كل بلادنا ولكل الأمريكيين من كل خلفياتهم وأعراقهم وأرضياتهم وألوانهم. نحن نقول لهم بأننا ندعمكم، ندعم الشرطة، ونقول لهم بأن مهنتهم مهنة خطيرة ونحن ندعمهم، يدعمهم الكل الموجود هنا. إن بالمقارنة نرى بأن منصة الديمقراطيين لبرامجهم الاشتراكية تحاول نقض ذلك. قلنا لهم تعالوا، نعم، قالوا نعم. ولكنني أعلنت مؤخرا عن خطتي لتوفير فرص أكثر وازدهار أكثر للمجتمعات، مجتمعات الأمريكيين من أصول إسبانية ومجتمعات الأمريكيين السود، ونحن سوف نجلب أو نعيد الأعمال وفرص العمل إلى بلادنا مرة أخرى. لقد قمنا بالكثير من هذا قبلا، وهذا الأمر سوف يزيد من الأموال التي تتدفق إلى المجتمعات، مجتمعات الأمريكيين السود والأمريكيين من أصول إسبانية. ولو لم يضربنا هذا الوباء فإنكم كنتم سترون أرقاما وأحصائيات مفاجئة لم تروها من قبل، ولكننا نعدكم بأننا سوف نتابع في مسارنا العظيم. نحن لدينا برنامج من أجل أحياء مسالمة وآمنة، ولدينا أعظم نظام صحي يوفر الرعاية الصحية بتكاليف رخيصة. إن برنامج أوباما كير للرعاية الصحية كارثة، وسوف نتخلص منه وسوف نوفر الرعاية الصحية دائما لمن يحتاجها. والآن إذا نظرتم إلى ما قمنا به في قطاع الرعاية الصحية فإن الناس لم يقوموا بعمل عظيم، فسوف يكون لدينا رعاية صحية أقل تكلفة وأكثر رخصا، وسوف يكون لدينا نظام أفضل بكثير. هذا الأمر يحدث ويحدث بسرعة، وهذا أيضا يتعلق بموضوع اختيار المدارس. يجب أن تكونوا من يختار المدارس أيضا، ولذلك فإنني أصرح من فترة لأخرى بأننا حققنا تخفيضا تاريخيا في معدلات الجريمة، وقد وقعنا على قرار إصلاح النظام الجنائي عندنا. لقد قمت بذلك وقد عملت مع العديد من الناس. لم يتمكن من يعمل في إدارة أوباما وأوباما من إنجاز ذلك، ولن يتمكن بايدن من إنجازه، ولكنني أنجزته. لدينا إصلاح وحققنا أقل معدلات بطالة في تاريخ المجتمعات من أصول إسبانية ومجتمعات الأمريكيين السود. والسنة الماضية معدلات الفقر بين الأمريكيين السود والأمريكيين من أصول إسبانية وصلت إلى أخفض معدلاتها. وإذا نظرتم إلى ما قمنا به في نظامنا في نظام العدالة الجنائي عندنا ومسألة الكليات التي يدرس فيها السود، لقد مولناها، لم يمولها أي طرف لعدة سنوات. وإذا نظرتم إلى ما قمنا به في ساوث كارولينا فإنكم سوف ترون بأننا خلقنا فرص عمل كثيرة. ربما لدينا مسألة إصلاح النظام العدالي الجنائي، والبعض يقول بأننا لم ننجز ما علينا، ولكنني أقول بأنني أنجزت إنجازات للمجتمعات، مجتمعات الأمريكيين السود، بما لم يقم به رئيس أمريكي من قبل. والآن نحن نبدأ بأسرع تعافٍ اقتصادياً في التاريخ، وقد سجلنا رقماً تاريخياً في آخر 4 أشهر، حققنا 11 مليون فرصة عمل، وقد قمنا بذلك
قمنا بما لم تنجزه أي دولة أخرى في العالم. نحن سوف نقاوم أي محاولات حجر صحي غير مبني على أسس علمية. لن نسمح بذلك. من المهم جدا أن تخرجوا وتدلوا بأصواتكم. لدينا تصويت عظيم في نورث كارولينا وفي أريزونا وفي نيفادا أيضا. وأعتقد أن أداءنا حسن جدا والوضع في جورجيا ممتاز. فكروا بتكساس. فكروا بتكساس، لا يريدون أن يكون لدينا نفط ولا سلاح ولا متدينين، ولكن بهذا سوف لن يكسبوا ولاية تكساس. لماذا يقولون بذلك؟ والوضع كذلك يا كانديس، لأن عندنا روحا أمريكية لم يرى البلد مثلها قبلا. أريد أن أشكركم جميعا على وجودكم هنا أمام البيت الأبيض. أنا فخور جدا بهذه البلاد. أريد أن أشكر جميع الأطباء والعلماء وكل الناس الذين يعملون بجد في كل مكان. وأيضا أريد أن أشكركم شكرا خاصا لأنكم خرجتم وشجعتونا، تحبون بلادكم وسوف تدفعونها قدما. لكن البلد يسير على المسار الصحيح. شكرا لكم، أحبكم أيضا. شكرا. شعب بلادنا والعالم كله يشاهد، يرى شعبنا يرى أشياء لم يرها منذ زمن طويل، روحا لم نرها منذ زمن طويل. أريد أن أشكركم. أخرجوا وصوتوا، إن تصويتكم اليوم أهم من تصويتكم قبل 4 سنوات. لقد اعتدنا أن نقول بأنه كان أهم تصويت في وقته، وفي وقته كان هذا الكلام صحيحا، ولكن الآن عليكم أن تصوتوا في أهم انتخابات في تاريخ بلادنا. أخرجوا من بيوتكم وصوتوا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. إذن كان هذا أول خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تأكيد إصابته بفيروس كورونا وظهر من على شرفة البيت الأبيض. في البداية قال إنه بصحة جيدة ولن يسمح لبلاده بأن تكون اشتراكية. شدد كثيرا على موضوع الاشتراكية واليسارية. قال سنقضي على فيروس الصين لمرة واحدة وللأبد وسنعيد وضع البلاد إلى الأفضل. وقال بأن لدينا عقار لمكافحة كورونا. في موضوع اليسار قال أنه يعني إذا وصل السلطة هذا اليسار سيشن حملة على السلطة وقوات إنفاذ القانون. وقال أيضا بأن سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها. وأيضا يعني قال عن جو بايدن المرشح الديمقراطي بأنه خان الأمريكيين الأفارقة. وقال بأن برنامج الديمقراطيين في هذه المناسبة إنه برنامج اشتراكي وربما يكون أيضا شيوعيا. وقال أيضا بأنهم يعني إذا كان الأمريكيون يعتقدون بأن باستطاعة بايدن قيادة البلد فهم خاطئون. تعهد بإصلاح النظام الصحي وقال في هذا الموضوع بأن نظام الرعاية الصحية في عهده هو أفضل مما كان عليه في عهد أوباما. وأيضا ذكر يعني شيئا عن معدلات البطالة وقال بأن معدلات البطالة بالنسبة للسود والشباب هبطت إلى مستويات غير مسبوقة في عهده. بالنهاية طالب الناس بالتصويت فيما وصفها بأهم انتخابات في تاريخ البلاد. معنا من واشنطن ريما أبو حمدية مراسلتنا هناك. ريما، ما هو الأهم والأكثر إثارة للجدل في أمريكا من مجمل النقاط الذي ذكرها الرئيس دونالد ترامب؟
يعني أولا هذه كما قلت فرح أول فعالية للرئيس الأمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا. إذا نظرنا فقط إلى المشهد داخل البيت الأبيض، أول قاعدة غير موجودة هي التباعد الاجتماعي. ربما بذلك يوجه ترامب رسائل إلى مناصريه، وهي رسائل عدة. هذه الفعالية عقدت حتى يقوم ترامب بتشجيع قاعدته الشعبية بشكل كبير، وهو ما رأيناه في كل حديثه اليوم، بدءا من الحديث عن النظام والقانون إلى التخويف من إمكانية صعود بايدن إلى السلطة. الرئيس الأمريكي تحدث عن كل القضايا التي تهم الناخب الذي يصوت لترامب: الحدود، المهاجرين، الوظائف، الفيروس الصيني كما أصبح يطلق عليه، ولكن أيضا عودة الوظائف من الصين التي ذهبت، كما يتهم ترامب بسبب السياسات الخاطئة للديمقراطيين في الحكم، ليس فقط مع الرئيس السابق أوباما، ولكن على في الحقبات أو في تحت الرئاسات الأمريكية الأخرى. الرئيس الأمريكي كان واضح في الخطاب الذي وجهه اليوم، يريد تحفيز هذه القاعدة الشعبية للخروج والتصويت إليه بشكل كبير. تغاضى كما رأينا عن كل النصائح الطبية، ومنها أنه ما زال مصاب ربما بفيروس كورونا، إلى إمكانية أن تنتشر العدوى بشكل كبير بين الحضور، خاصة بعد تسجيل أكثر من 30 أو 35 إصابة، رقم غير معروف داخل البيت الأبيض بين صفوف الموظفين. مع كل ذلك جاءت هذه الفعالية، والتي ركز فيها ترامب على كما قلت القضايا التي تهم الناخب الذي يصوت لترامب: النظام والقانون، الموضوع الهجرة، الموضوع الاقتصادي، وعرج على موضوع انتشار فيروس كورونا. ولكن لجهة أن الولايات المتحدة قادرة على هزيمة هذا الفيروس حتى مع وجود أكثر من 210 ألاف وفاة جراء الإصابة بفيروس، وأن الولايات المتحدة قادرة على أن تنتج لقاح بأسرع وقت ممكن، وقادرة على توزيع هذا اللقاح بأسرع وقت ممكن. طبعا هذا أهم ما جاء في خطاب ترامب، وربما الأهم مما جاء في خطاب ترامب هو أن يقوم ترامب بإقامة هذه الفعالية بعد أسبوع تقريبا على إصابته بفيروس كورونا. شكرا جزيلا لك ريما أبو حمدية من واشنطن. ومعنا الآن خليل جهجان، مدير المركز العربي في واشنطن. أستاذ خليل، ما الذي تعتقد بأنه الأهم والأكثر حساسية الآن في أول ظهور لترامب وفيما قاله بعد تأكيد إصابته بكورونا؟ يعني أعتقد أن هذا الخطاب ومكان واقع عقد هذا الخطاب وفحواه يثبت أن هناك قلق كبير لدى السيد ترامب ولدى إدارته من أن الفجوة بدأت تتسع بين المنافس الديمقراطي وبين المرشح الرئيس ترامب نيابة عن الحزب الجمهوري. فخروج ترامب من البيت الأبيض بهذه السرعة قبل تأكيد شفائه من إصابته بالكورونا، يعني هي بالأساس مجرد دعاية انتخابية من البيت الأبيض، مما يثير بعض في الواقع الشكاوى من قبل الخبراء بأن هذا غير معهود، يعني يجب عدم استعمال البيت الأبيض في الحملات الانتخابية من الرئيس الموجود، الرئيس الحالي الموجود في البيت الأبيض. فهي محاولة لسد الثغرة وربما للتعويض عن إلغاء المناظرة الثانية التي كان من المفروض أن يقوم بها وسط الأسبوع القادم في ميامي. عندما يتحدث ترامب عن سعيه هنا إلى منع تحويل أمريكا الآن إلى يسارية أو حتى اشتراكية، يبرز السؤال عن الحجج ما وراء هذا الكلام. هل يقوم فعلا على سند حقيقي، على وجود حقيقي فعلا لقوى اشتراكية ويسارية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك شخصيا، يعني هذا هو جزء من طريقة التخويف التي يلجأ إليها ترامب دائما في عمليات أو دعاية انتخابية التي يتبناها في حملاته الانتخابية. لاحظنا ذلك عام 2016، ويبدو أنه يعيد نفس النمط في هذه الحملة الحالية. وفي الواقع صعد من الهجوم الكلامي
على منافسه لم يستعمل فقط الاشتراكية، إنما استعمل حتى كلمة شيوعية. بصراحة عام 2020 لا يوجد شيوعية حتى في موسكو هذه الأيام، لا أدري ما هي الشيوعية التي يتحدث عنها ترامب هنا داخل الولايات المتحدة. فهي محاولة للتضليل، محاولة ربما للتخويف، تخويف الشق اليميني المتطرف الذي يدعمه، وهو الشق الوحيد الذي ما زال في المجتمع الأمريكي ما زال ملتزم بإعادة انتخاب ترامب. فهو يعطيهم الكلام الذين يرغبون في سماعه، وربما لا أعتقد أنه شخصيا يؤمن بأن بايدن أو هاريس ينتمون إلى الحزب الشيوعي الأمريكي، ولكن من شأن مثل هذه التصريحات أن تهيج أو أن تحمس القاعدة الملتزمة بإعادة انتخاب ترامب. طب على ضوء هذا الكلام الذي تفضلت به، ما خيارات الديمقراطيين الآن؟ ما خيارات حملة جو بايدن، وخاصة بعد تشكيل لجنة مستقلة للنظر وتحديد إجراءات عزل الرؤساء من مناصبهم في الولايات المتحدة؟ أعتقد أن طبعا يبدو واضحا أن الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي مستمرة في النهج التي بدأت به، هي التأكيد على الفروق الجوهرية بين الطرفين وخصوصا بين المرشحين، انتقاد أداء ترامب حيث أن هناك شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي غير راضية عن ما يعتبر ترامب من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، كما تفضل وسرد اليوم على الناخبين الأمريكيين. فأعتقد أن بايدن مستمر في هذه الحملة وفي هذا البرنامج وفي هذا النهج، وتفوقه خلال الأيام القليلة الماضية بين 12 إلى 14 نقطة على الرئيس ترامب يثبت أن ربما هناك تغيير جوهري في وجهة نظر الناخب الأمريكي، تميل في 3 من نوفمبر إلى التصويت لصالح المرشح الديمقراطي. وبالتالي هذا الكلام الذي سرده قبل قليل الرئيس ترامب، ألا تعتقد بأنه يمكن أن يعزز من انقسام الشارع الأمريكي أم العكس ربما؟ الشارع الأمريكي أعتقد أنه بدون أي شك، يعني هناك استقطاب كبير للشارع الأمريكي إجمالا. الناخب الأمريكي في هذه النقطة بالذات، يعني قبل أقل من 4 أسابيع للانتخابات، قد قرر بالتمام لمن سيدلي بصوته. هناك نسبة ضئيلة جدا، ربما 2 أو 3% من الناخبين الذين لم يقرروا بعد، فحتى لو أقنعهم بالتصويت له فلا أعتقد أن باستطاعة ترامب أن يسد هذه الثغرة كليا بينه وبين المرشح الديمقراطي، حيث أن أكثر من 85% من الناخبين قد قرروا لمن سيأتون بصوتهم في 3 نوفمبر، وحتى الآن أكثر من 7 ملايين مواطن أمريكي قد أدوا صوتهم. وجاءت يعني هذا الخطاب جاء متأخرا بالنسبة على الأقل. نعم، شكرا جزيلا لك خليل جشان مدير المركز العربي في واشنطن، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا على متابعة هذه التغطية الخاصة لأول خطاب للرئيس الأمريكي منذ تأكيد إصابته بكورونا. شكرا وإلى اللقاء.